البطاريه مع اي حد مثلا دبوا الصرف تعوروا فيها بصراحه. الطوابير برضه هتبقى طوابير. سيبها بسبعة بره العربية بأربعة جنيه. دي فندم اسعار مستشفيات فندم ولا كبيرة اقل من يا اقل من مستشفيات حوالا دي سنتر وزينا نازلين ننافس ولا دي كبيرة هي بتنزل في مثلا. هذه الاكشاك ليس هدفها الربح ولكن هدفها اولا انها تحقق التوازن في الاسعار، انها تحقق تيسير على المواطن، انها تحقق خدمه. انا بقول لك مش هدفنا الربح، احنا كحكومه مش هدفنا الربح، احنا هدفنا التيسير على المواطنين ونقلل حلقات الوساطه. عملت ايه النهارده؟ بعت انا فاهم عشان تشغيل تكفيك. ايوه تمام. انما النهارده الناس اشتغلت اكيد. بيبيعوا في اليوم بكام؟ في الرينج يعني؟ يعني احنا حوالي حضرتك سبق حوالي 3 طن ديوت. 3 طن ديوت طبعا عشان عدد المنافذ الفايق. طيب كنا بنزيد احنا بدانا 200 كيلو النهارده بقينا 3 طن يوم وان شاء الله بنزود. 1300 منفس على فكره حضرتك يعني يمكن وقفنا البيع شويه علشان يبقى في خضار يعني استنى لما حضرتك تيجي بس لا بيع يا عم ده يبقى جريمه. بقول لحضرتك يعني طب نعم بيع جريمه ماشي. طيب في مشاكل بتقابلك ولا حاجه ولا حد بيكلمك في حاجه؟ لا. طب متشكرين بالنسبه للبيع والشراء يا ما اقدرش احدد لك بالظبط. انا اول ما بدات كنت ببيع ب 90 وب 100، بعد كده بدات ازيد بدات لان في ناس لغايه دلوقتي كمان لسه اتفاجئت ان في هنا خضار وفاكهه ما كانوش يعرفوا. لسه حتى النهارده في ناس بتكتشف ان في هنا مركز بيع. ايوه. امال الناس بيقولوا ما فيش رز ليه؟ في مكرونه. طيب دي مكرونه يا باشا سيبها خارج التونيه معلش. لا انا بسال اللي داخل. لا ما فيش مكرونه عندك. المهم الرز رز رز وسكر من اول الشهر ما جاش. لا يا باشا سيبك لسه ناقص 14 طن معلش. لا يعني جالك من اول الشهر؟ جالي يا باشا. هي الرز انا ما عندناش مشكله في. لا هو اللي كان مشكله فن في سيادتك يا فندم في ناحيه الرز. ارجع ورا محمود زين. ارجع ورا محمود زين. ممكن ترجع ورا خمر الرز. شوف خمر الرز نازل احسن من التاني. يعني هو اتحسن الزيت وريني تاني. عينيا لك يا معلم. يا رب. في التليفون يعني. اتفضل استاذ. ده طعم بقى العام. اه يا باشا في حاجه بعد اذنك بس اصبر عليا. اتفضل استاذ. ده 20 سم يا حاج. هذا فتره دفاتر يا باشا. دفاتر يا باشا. ماشي يا باشا. خد وزن يا باشا. ماشي يا باشا خد وزن. خد وزن يا حاج. ماشي يا باشا. ده السبب. انا به. يلا طلع لكوشك بره بره. لما انا عايش معاه يعني انت واقف قاعد والعيش ناقص. انا سحبت الدفتر اول ما دخلت. انا ولا بيعمل العيش ده بس على بربع حبيبي. وده ده ب 75 ابيض شديد. قرب قرب قرب. يا
3 جنيه ب 200 جنيه بعمل هناك 200 جنيه عايزين حاجه ترخص يا باشا عايزين ناكل لحمه ببلاش عايزين ناكل لحمه رخيصه حرام ايه الكبايه فين كيلو الفول اللي ابوك عايز جنيه كيلو البطاطا ب 5 جنيه عشان ايه عشان ايه بسم الله الرحمن الرحيم بنرحب بحضراتكم وبنعتذر عن التاخير لان انا كنت بالصراحه من الصبح في جوله ولسه جاي من ساعه فكان في ضيوف في ادبين يعني بدل ما نعطلهم اكتر قلت انتم مننا وعلينا يعني اهلا بيكم. الحقيقه الموضوع اللي احنا يعني مجتمعين بشانه النهارده هو محاوله لتطوير حياه الانسان المصري بعد ثوره 25 يناير و 30 يونيو. كان يمكن احد شعارات ثوره 25 يناير عيش حريه عداله اجتماعيه كرامه انسانيه. احنا الحقيقه ماشيين في اساليب تقليديه من زمان يعني يمكن من بدايه ثوره 23 يوليو 52 وجت كان في سلع بتربط على البطاقات التمويليه. احنا فاكرين كنا بنعاني احنا الدوله الوحيده اللي حربت عن العرب اربع حروب 48 56 67 63 وما فيش دولة نامية اقتصادها يتحمل أربع حروب في أربع عقود يعني. وطبعا الناس اللي قريبين مني عرفوا وشوفنا الأزمات اللي عشنا فيها زمان وكان زمان الغاز الكيروسيني يعمل باجور الجاز الجيل الجديد ما يعرفوش احنا نعرفه كان بينصرف على البطاقات. وبعد كده بقى كانت البطاقات لكل المصريين بعد كده بقت مقصورة على الطبقات الأكثر احتياجا أو اللي في حاجة إلى دعم من الدولة. والحقيقة الدولة حريصة على أنها كانت حريصة أنها توفر لهم دعم سلعي بمواصفات جيدة وبأسعار جيدة كنوع من الدعم لهذه الأسر. حصل تغيرات هيكلية كان زمان وزارة التموين يتبعها أدواتها كلها جت في فترة التحرير الاقتصادي كان تخيل الدولة ان احنا هنواجه كيانات كبيرة اقتصادية من الخارج فبدأوا يجمعوا الشركات ذات النشاط المتشابه في كيانات كبيرة زي الشركة فكرة الشركات القابضة على أساس تقدر تواجه في حرية السوق الشركات اللي جاية من بره أو اللي تقدر تنافس. ده ترتب عليه إن الشركات اللي كانت تبع كل الوزارات دخلت في كيانات أخرى والشركات دي كانت ملك لهذه الوزارات وكانت أداة من أدواتها تسيطر بها على السوق سواء في الإنتاج أو في التوزيع. لأن إحنا يعني السوق المصري أنا بعتبره سوق له جلاله يعني أنا أستاذ اقتصاد ومدرس اقتصاد وعلاقات اقتصادية دولية له جلاله بمعنى إن هو السوبر في المنطقة العربية هو يعادل حجم الأسواق العربية مجتمع تقريبا وهو سوق ما هوش منغلق. إحنا بنستورد 100% من السلع الرأسمالية المصانع والآلات بنستورد 60% من غذائنا بنستورد 60% من مستلزمات إنتاج فهو سوق منفتح. أيضا بنصدر لنا صادرات صحيح يعني الميزان التجاري مش كما ينبغي لكن بنسطر لنا سلع لنا مزايا نسبية حولناها لمزايا تنافسية وفي صناعات مصر بتمتاز بيها بنصدر. فهذا السوق الحقيقة كان لابد ان يبقى فيه للي بيتحكم فيه أو المسؤول عنه كان يبقى عنده أدوات. هذه الأدوات النهاردة أصبحت بعيدة عننا يعني لكم أن تتخيلوا أن أنا بتعاقد من خلال هيئة السلع التموينية على شراء السلع مع يعني موردين محليين او اجانب. اللي بيستلم منهم الحاجات دي مش انا، بيستلم منهم ناس في وزاره ثانيه لم تحضر ظروف التعاقد. وبالتالي ممكن يحصل فساد في عمليات التسليم والتسلم. لان انا اتفقت على ابيض دوك هيورد له اخضر حته ثانيه خالص في وزاره ثانيه خالص. التعدد القنوات ده ادى الى تسربات وادى الى فساد
نسبي مفروض عليها. بنحاول احنا، ولذلك المواطن الغلبان لما يروح النهاردة البقال التمويني ويقول له انا عايز المقررات، ممكن بقال التمويني او بعض البقالين التموينيين يقول له والله السلعة دي ما جاتش، انا متعاقد على السلعة عندي مخزون استراتيجي 3 شهور، والمواطن يروح للبقال يقول له السلعة دي ما جاتش. تتسرب اجزاء في السكة، تستبدل اجزاء مكان اجزاء، يعني نوع جيد طب ما انا بيعه واجيب اقل جودة، وده حصل وظبطنا قضايا. فحاولنا نهرب من الاسلوب التقليدي ده، غير ان المنقصات يعني انا كده بالظبط بقول للي بيتنقصوا معايا تعالوا انصبوا عليا. محتكر الرز مثلا هم 20-40 واحد، هم دول محتكر توريد الرز. قبل ما بيجوني بيقعدوا على القهوة اللي قدام الوزارة يربطوا السعر، وما فيش حد بيبيع الرز، وبالتالي انا ملتزم ان انا اشتري بالاسعار اللي هم حددوه، مش كده ولا ايه؟ وهم عارفين اللعبة قوي، لانه عارف انه بعد ما هيتفق معايا وانا بقى قاعد اتشرط اعمل لنا اسف لللفظ زي الكفيف اللي عمال يقول انا عايز واحدة شعرها اصفر وعينيها خضر، واقعد اتشرط في المناقصة واقول له شروطه كذا ونسبة كسر كذا وجودة كذا، وبعدين هو يسيبني ويروح يقول بقى ايه خده على قد عقله، مش كده ولا ايه؟ صح؟ وممكن يروح يجيب لعروسة خشب ويقول لي هي دي اللي انت طلبتها. فهو بيسلمنا حاجة تانية وفي حتة تانية، وفي النهاية بنحس ان احنا يعني ما اديناش الامانة كما ينبغي، لا من ناحيتنا ولا من ناحية الظروف، يعني اللي احنا الظروف اللي احنا فيها. يمكن عشان كده حاولنا نفكر في الفكرة اللي حضراتكم احنا مجتمعين بشأنها. قلت طيب ما هو المواطن ده ليه قيمة مالية عندي، ليس الهدف هو التحويل من عيني لنقدي، مش ده المعنى، لانه برضو هتتصرف سلعي، بس احنا حاولنا نحقق نوع من انواع العدالة الاجتماعية اللي هي شعار ثورة 25 يناير. طب ليه هنفرض على المواطن هذا النوع من الزيت مع ان انا عمال اجوده، وهذا النوع من الرز؟ ما يمكن هو عايز زيت ذرة، ما يمكن عايز زبدة، ما يمكن عايز يشتري نفسه يشتري الاختراع اللي اسمه اللحم مثلا يعني. طب ليه انا احرمه؟ فقلنا، وبعدين في بعضنا بيهتم بالكيف، مش لازم الكم، مش لازم اخد 10 ازاز زيت كأسرة وانا قد لا يروك لي وما استخدمهمش كلهم. وفي بعضنا بياخدها يقول انا بديها للبواب. طب يعني انت بدل كريم او كده مدفع من جيبك، ليه تحملنا المشاكل دي والنقصات واستيراد وتعبئه وهيصه ونقل وتعتيق وتخزين؟ ففكرنا في فكره استبدال السلع، واتفقنا مع حضراتكم ومع وزاره التنميه الاداريه ان البطاقه نفسها تقرا قيمه، زي ما بتقرا تقرا عددا عند البقال التمويني تقرا قيمه. وهنتفق مع او اتفقنا فعلا مع شركات محلات البقالة والسوبر ماركت، وان المواطن ممكن يدخل يشتري حاجته بنفسه من على الرف بذات القيمة اللي الدولة قررتها دي كدعم. ده يمكن الهدف، احنا اعتقدنا ان الهدف ده، انا شخصيا اعتقد ان هو زي ما بيسموه دلوقتي يقول لك افكار خارج الصندوق، ان بلاش نعيش تقليديا كده، احنا مضحوك علينا في منقصة الرز والحلقات كتيرة جدا بتاعت التداول وبيحصل منها تسرب، لكن احنا عايزين نوصل للمواطن حقه، وعايزين نخليه يبقى له، وخصوصا بعد ما عمل صورتين اذهلوا العالم في فترة ما كملتش سنتين، ان هذا الرجل نحرر ارادته. بلاش ان نقول له هو ده المفروض عليك، هو يختار، هو يشتري، هو ينقي. واكيد في ناس مننا، وعلى فكرة احنا عاملينها اختيار، طب افرض راح وما عجبوش هذا الاسلوب، من حقه يرجع تاني الى الاسلوب التقليدي. انا ما اعرفش حضراتكم اتفقتوا على ايه، يعني ده باختصار دي الفكره. واحنا كنا حريصين الحقيقه، والفكره دي موجوده حتى في دول كثيره منها الولايات المتحده الامريكيه اللي هي الفري كارد، بياخد الراجل كارت بينزل يصرفه. نعم، عايز فانت ناخد الفكره بايجاز كده، عايز اعرف هي هتطبق فين. والله هي الفكره بايجاز، ان احنا بدل ما المواطن مربوط على بقال تموين معين، هنقول له اذا اردت انك تصرف قيمه هذه البطاقه من اي محل بقاله او سوبر ماركت،
للسلع اللي انت تختارها. فاحنا بنوسع دائرة الاختيار بشرط انها تكون سلع غذائية. يعني هنرفض انها تستبدل بسجاير بمشروبات، واخد بالك، لكن هتبقى سلع تختار وفقا لمشيئة المستهلك. الامر الثاني ان احنا هنطبق، هنبدأ تطبيق تجريبي ان شاء الله اعتبارا من شهر 2 اللي هو شهر فبراير في مدينة الإسماعيلية. هنشوف بقى نتائج التجربة او ما تسفر عنه وما يسرف عنه تقويم التجربة من ايجابيات وسلبيات، نعظم الجانب الايجابي ونتجنب السلبيات ونتلافاها، وبعدها ان شاء الله نشوف هنعمم ولا هنعمل ايه.